بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الدكتور محمد بركات هشرح مادة إدارة التمريض وشؤون المرضى المقررة على طلاب المستوى الثالث الفصل الدراسي الأول تخصص إدارة مستشفيات. وهنبدأ بالموضوع الأول وهو أسس الإدارة في المستشفيات. هنبدأ بتعريف المستشفى، وبنقول إن المستشفى هي منظمة خدمية تهدف إلى تقديم الخدمات الطبية والتمريضية والفندقية للمرضى والمصابين، وذلك عن طريق القيام بمجموعة من الوظائف الإدارية والتنظيمية بهدف الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المتاحة، وبغرض تحقيق الأهداف الموضوعة، وذلك في ظل مجموعة من الظروف البيئية المحيطة. بننتقل إلى النقطة الثانية وهي خصائص المستشفى. فبنقول 1، يتم تقديم الخدمات الطبية والتمريضية والفندقية للمرضى والمصابين عن طريق الأطباء والصيادلة والممرضين والإداريين والعمال ورجال الأمن بالمستشفى. نقطة تانية، الوظائف الإدارية بالمستشفى هم 6، وهم التخطيط والتنظيم والقيادة والرقابة والتنسيق واتخاذ القرار. النقطة التالتة، الوظائف التنظيمية في المستشفى هي التمويل، هم 7، وهم التمويل والمواد والموارد البشرية والعمليات. والمقصود هنا مش بالعمليات الجراحية، لا، هي عمليات انتاج الخدمات الصحية والتسويق والمعلومات والبحوث والتطوير. بنتابع خصائص المستشفى، بنشوف الخاصية الرابعة، ان الموارد المالية في المستشفى هي الاموال المتاحة للصرف على المستشفى، سواء كانت اموال مملوكة لاصحاب المستشفى او اموال مقترضة من البنوك. وده طبعا الحالتين دول ان هم في حالة المستشفيات الخاصة. في برضك التمويل الحكومي من وزارة المالية، دي في حالة المستشفيات الحكومية. الخاصية الخامسة، ان الموارد المادية في المستشفى هي اجهزة الاشعة والتحاليل والادوية والمستلزمات الطبية والمباني والغرف والاسرة. في الخاصية الستة، ان الموارد البشرية في المستشفى هي الاطباء والممرضين والاداريين والصيادلة ورجال الامن والعمال. الخاصية السابعة اللي هي بتقول ان الموارد المعلوماتية في المستشفى هي المعلومات عن الاطراف المعنية او اصحاب المصالح، وهم المرضى والعاملين والمنافسين والموردين والملاك والدائنين، بجانب المعلومات والمعارف الطبية والتمريضية والفندقية الصريحة أو المكتوبة والضمنية أو المتاحة في أذهان العاملين. بنتابع خصائص المستشفى، وبنشوف الخاصية الثامنة اللي بتقول إن الموارد الزمنية في المستشفى هي الوقت المتاح لإنجاز أعمال المستشفى. نيجي بعد كده للخاصية التاسعة، بتقول إن الموارد العلاقية في المستشفى هي جودة العلاقات القائمة بين إدارة المستشفى وبين الأطراف المعنية، والأطراف المعنية دي أو أصحاب المصالح زي المرضى والعاملين والموردين. الخاصية العاشرة بتقول إن الظروف البيئية المحيطة بالمستشفى تشمل العوامل الاقتصادية مثل دخول المرضى أو قدرتهم المالية وأسعار الخدمات الصحية، بجانب العوامل القانونية مثل قوانين العمل، بالإضافة إلى العوامل التكنولوجية مثل الأساليب الحديثة في تقديم الخدمات الصحية، بجانب العوامل الاجتماعية مثل عادات شراء الخدمات الصحية، بالإضافة إلى الأطراف المعنية أو أصحاب المصالح، وهم المرضى والعاملين والموردين والملاك والدائنين والحكومة زي مصلحة الضرائب
ونقابات العاملين، بالإضافة إلى رسالة المستشفى وأهدافها واستراتيجياتها وخططها وبرامجها الزمنية ومواردها. بننتقل إلى النقطة الثالثة اللي هي وظائف ومهام المستشفى. فبنقول الوظيفة والمهمة الأولى هي علاج المرضى والمصابين في العيادات الخارجية والأقسام الداخلية وأقسام الطوارئ. الوظيفة الثانية وقاية الأفراد من الأمراض عن طريق تقديم التطعيمات اللازمة لهم وتوعيتهم تجاه الإصابة بالأمراض. الوظيفة الثالثة إعادة تأهيل المصابين على مزاولة الأعمال عن طريق العلاج الطبيعي. الوظيفة الرابعة تحسين الحالة النفسية للمرضى عن طريق الأطباء النفسيين بالمستشفى. الوظيفة الخامسة تعليم وتدريب الأفراد على العمل بالمستشفى. الوظيفة السادسة والأخيرة المساعدة في إجراء وتنفيذ الأبحاث الطبية المختلفة. بنشوف النقطة الرابعة اللي هي العوامل الواجب أخذها في الاعتبار عند بناء المستشفى. العامل الأول تخفيض المسافات بين الأقسام الداخلية. العامل الثاني توفير الوسائل المناسبة للانتقال مثل المصاعد والأسرة المتحركة وعربات نقل الأغذية أو الوجبات الغذائية. العامل الثالث وجود غرف بمساحات مناسبة. العامل الرابع توفير إضاءة مناسبة وأساس مريح. العامل الخامس تصميم النوافذ بما يقلل من تراكم الأتربة. العامل السادس وجود أماكن للأجهزة الثقيلة مثل أجهزة الأشعة. بنشوف هنا النقطة الخامسة اللي هي تصنيفات وأنواع المستشفيات. النوع الأول اللي هو المستشفيات الحكومية التي لا تهدف إلى تحقيق الربح مثل مستشفى شبرا العام. النوع الثاني المستشفيات الخيرية التابعة للجمعيات الخيرية والتي لا تهدف إلى تحقيق الربح مثل مستشفى جمعية مصطفى محمود الخيرية. النوع الثالث المستشفيات الخاصة التي تهدف إلى تحقيق الربح مثل مستشفى السلام الدولي. النوع الرابع المستشفيات التابعة للقوات المسلحة مثل مستشفى كبر القبة العسكري. النوع الخامس مستشفيات تابعة لهيئة التأمين الصحي مثل مستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر. بنتابع تصنيفات وأنواع المستشفيات. بنشوف النوع السادس اللي هي المستشفيات التعليمية مثل مستشفى المطرية التعليمي ومستشفى أحمد ماهر التعليمي. النوع السابع مستشفيات جامعية تابعة لكليات الطب، وكليات الطب دي اللي هي بتكون تابعة لجامعات معينة مثل الدمرداش واللي هي تابعة لجامعة عين شمس والقصر العيني واللي هي تابعة لجامعة القاهرة. المستشفيات الكبيرة والصغيرة حسب عدد الأسرة والغرف والطاقة الاستيعابية في المستشفيات العامة للتخصصات المختلفة والمستشفيات التخصصية لتخصص واحد فقط مثل مستشفى الصدر، في مستشفيات للأطفال ومستشفيات للكبار. بننتقل إلى النقطة السادسة اللي هي محددات أو العوامل المؤثرة على أداء وفعالية المستشفى. بنشوف المحدد الأول اللي هو كفاءة الموارد البشرية بالمستشفى. المحدد الثاني وفرة الموارد المالية للمستشفى. المحدد الثالث وفرة الأجهزة والمعدات الحديثة والأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة. المحدد الرابع نوعية ومستوى الخدمات المقدمة للمرضى. المحدد الخامس اللي هو ثقافة وتوجه إدارة المستشفى بتحقيق الأهداف. بنشوف هنا النقطة السابعة اللي هي الوظائف الإدارية في المستشفيات. وعندنا الوظيفة الإدارية الأولى اللي هي التخطيط،
والتخطيط بيشمل تحليل البيئة الخارجية لتحديد الفرص والتهديدات، وتحليل البيئة الداخلية لتحديد نقاط القوة والضعف. بالنسبة للفرص، معناها وجود مناطق سكنية بها مرضى محتملين يحتاجوا إلى الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفى. بالنسبة للتهديدات، معناها وجود مستشفيات منافسة، وجود مستشفى أو مستشفيات منافسة بالقرب من المستشفى ذاتها. بالنسبة لنقاط القوة، معناها توافر الموارد والإمكانيات اللازمة للمستشفى. بالنسبة لنقاط الضعف، معناها عدم توافر الموارد والإمكانيات اللازمة أو ضعف الموارد والإمكانيات المتوفرة. بنشوف برضك أن التخطيط بيشمل تحديد رسالة المستشفى وأهدافها وأولوياتها واستراتيجيتها وخططها وبرامجها الزمنية وسياساتها وإجراءاتها. بالنسبة لوظيفة الوظيفة الثانية من الوظائف الإدارية للمستشفى اللي هي التنظيم، طبعا بيشمل مراجعة أهداف المستشفى السابق تحديدها في مرحلة التخطيط، وتحديد الأنشطة اللازمة لتحقيق تلك الأهداف، وتجميع الأنشطة في شكل وظائف، وتحديد السلطات والمسؤوليات والعلاقات الوظيفية، وتوزيع الموارد المختلفة على الوظائف، ورسم الخريطة التنظيمية. بنكمل الوظائف الإدارية في المستشفيات، نيجي للوظيفة الثالثة اللي هي القيادة. والقيادة بتشمل تحديد أهداف العمل وتحديد المهام والواجبات اللازمة لتحقيق تلك الأهداف، وتوزيع المهام والواجبات على العاملين، وتحفيز العاملين على أداء العمل بشكل تعاوني، والإشراف على تنفيذ العمل، ومكافأة أو عقاب العاملين على الأداء. نيجي بعد كده للوظيفة الرابعة، الوظيفة الإدارية الرابعة اللي هي الرقابة. فبتشمل تحديد الأداء المستهدف، مثل استهداف تحقيق نسبة إشغال الأسرة في المستشفى 80%، وقياس الأداء الفعلي، مثل أن نسبة إشغال الأسرة الفعلية كام 40%، والمقارنة بين الأداء الفعلي والأداء المستهدف، أن أنا بطرح الأداء الفعلي ناقص الأداء المستهدف، وليكن مثلا أن أنا نسبة الإشغال الفعلية 40 ناقص نسبة الإشغال المستهدفة 80، فيطلع الفرق عندنا ناقص 40%، يعني انحراف سلبي قدره 40%. في هذه الحالة أنا بعد كده بعمل التعرف على سبب هذا الانحراف، وليكن تدني جودة الخدمة أو الخدمات في المستشفى، وبعد كده بتخذ الإجراءات التصحيحية لعلاج هذه الانحرافات، مثل العمل على رفع مستوى جودة الخدمات في المستشفى. نيجي بعد كده للوظيفة الخامسة اللي هي التنسيق، ومعناه القضاء على أوجه التعارض بين الوظائف المختلفة، مثل تكليف فرد بأداء مهمتين في نفس الوقت، أو أداء فردين لنفس المهام، أو أداء إدارتين لنفس الأنشطة. الوظيفة السادسة والأخيرة اللي هي اتخاذ القرار، واتخاذ القرار معناه اختيار بديل أو حل معين من بين مجموعة حلول لحل مشكلة معينة، مثل تعيين المفضلة بين تعيين مدير عام للمستشفى من الداخل عن طريق ترقية أحد مديري الإدارات، أو تعيين المدير العام من خارج المستشفى عن طريق الإعلان عن الوظيفة الشاغرة، واختيار أنسب المتقدمين إليها. نشوف هنا النقطة الثامنة والأخيرة اللي هي قواعد الإدارة في المستشفيات. فهذه القواعد بنبدأ بالقاعدة الأولى، وجود مدير مسؤول عن العمل بالمستشفى. القاعدة الثانية، توافر عدد كافي من الغرف للمرضى بالمستشفى. القاعدة الثالثة، توافر عدد كافي من الأطباء والممرضين والإداريين بالمستشفى. القاعدة الرابعة، تسجيل البيانات المختلفة للمريض، مثل الاسم والنوع والحالة الاجتماعية والجنسية وعناوين أحد الأقارب واسم الطبيب المعالج وغيرها من البيانات. القاعدة الخامسة، إجراء اجتماعات دورية للفرق الطبية بالمستشفى. القاعدة السادسة، كتابة تواريخ دخول وخروج المرضى من المستشفى. القاعدة السابعة، توافر أجهزة الأشعة والمعامل والفرق الطبية اللازمة للمرضى أو اللازمة لعلاج المرضى.
القاعدة الثامنة والأخيرة، توثيق كل ما تم للمريض من تحاليل وأشعة وعمليات جراحية، وذلك في ملف أو في الملف الطبي للمريض. وبكده نكون انتهينا من شرح الموضوع الأول في مادة إدارة التمريض وشؤون المرضى، والموضوع كان بعنوان أسس الإدارة في المستشفيات.